هذه إحاطة يومية بآخر مستجدات انتشار فيروس كورونا حول العالم. أهلا بكم. الإحصاءات العالمية لانتشار الوباء أشارت حتى ظهر اليوم إلى أن عدد المصابين في العالم بلغ نحو 181 مليون و626 ألف إصابة، في حين أن عدد الوفيات بسبب الفيروس قد ارتفع إلى قرابة 3,934 ألفا و393 وفاة. أما حالة الشفاء فقد بلغت نحو 166 مليون و137 ألفا و285 حالة شفاء كحصيلة عامة. كما تشير الخريطة بداية من الولايات المتحدة التي سجلت حصيلة بلغت أكثر من 34 مليون و490 ألف و134 إصابة، وارتفع عدد الوفيات فيها إلى أكثر من 600 ألف وفاة. الهند سجلت إصابة أكثر من 30 مليون و233 ألف ووفاة نحو 395 ألف و780. البرازيل أعلنت عن تسجيل نحو 18,386,894 إصابة ووفاة نحو 15,500 شخص. الصين سجلت 91,732 إصابة، واستقر عدد حالات الوفاة عند 4,636 شخصا. إيران سجلت 3,167,741 إصابة، وبلغ عدد الوفيات نحو 83,845. أما تركيا فقد تخطت حاجز 5,404,144 إصابة، وتجاوز عدد الوفيات فيها 49,000. أما دول جوار ليبيا فالبداية من مصر التي سجلت نحو 280,000 إصابة، وارتفع عدد الوفيات فيها إلى 16,062 وفاة. أما تونس فقد سجلت نحو 403,493 إصابة ووفاة نحو 14,000 شخص، بينما ارتفع عدد الوفيات في الجزائر إلى 3,685 مع تسجيل إصابة أكثر من 138,113 شخصا. المغرب شهد تسجيل نحو 529,224 حالة إصابة، إضافة إلى وفاة 9,273 شخصا. أما باقي الدول العربية فقد سجلت السعودية 482 إصابة وأعلنت عن وفاة 7,760. العراق سجل نحو 1,321,232 إصابة، وارتفع عدد الوفيات إلى 7,061. الإمارات العربية المتحدة سجلت إصابة أكثر من 624,814 شخصا، فيما استقر الوفيات عند 1,792 شخصا. مشاهدينا الآن ننتقل إلى إيطاليا التي سجلت 4,257,000 إصابة، فيما تخطى عدد الوفيات حاجز 127,500 وفاة. إسبانيا تجاوز عدد المصابين فيها أكثر من 3,782,463، واستقر عدد الوفيات عند 80,000، فيما بلغ عدد الإصابات في ألمانيا نحو 3,734,136 إصابة، وتوفي فيها أكثر من 91,300 شخصا. وفي فرنسا بلغت آخر إحصائيات إصابة 5,768,443، ووفاة 110,000 شخص. الآن ننتقل إلى بريطانيا التي بلغ عدد المصابين فيها نحو 4,717,811، كما بلغ عدد الوفيات فيها أكثر من 128,000. نشر المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي في ليبيا عن فيروس كورونا، نتابع.
341 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا وفقاً لما أعلنه المركز الوطني لمكافحة الأمراض في تحديثه اليومي للوضع الوبائي. المركز الوطني أوضح في بيانه الجديد أن نسبة الحالات الموجبة في ليبيا وصلت إلى 8.4%، وأن من بين حالات الإصابة الجديدة 55 إصابة نتيجة للمخالطة. وعن الإحصائيات العامة للوضع الوبائي في ليبيا، كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات النشطة بلغت 11683 حالة، بينما بلغ المتعافون من كورونا 177600، وعن حالات الوفاة بسبب الفيروس 3187. ولتدارك الوضع الوبائي والحد من انتشاره، يواصل المركز الوطني لمكافحة الأمراض استكمال البرنامج التدريبي لمتطوعي صحة المجتمع حول طرق وأساليب الوقاية من كورونا وحول طرق التواصل والتعامل مع المصابين والمخالطين في المجتمع. بعد وقفة احتجاجية نظمها موظفو أطباء مستشفى أبار العام، استجابت وزارة الصحة لمطالبهم ووقعت عقود الأطباء الزائرين. سنوات مرت ومستشفى وادي الحياة في أبار يواجه الأزمات دون تحقيق أي وعد قطعه المسؤولون في الحكومات المتعاقبة. موظف المستشفى وعدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة نظموا وقفة تضامنية مع الأطباء الزائرين احتجاجا على عدم استكمال إجراءاتهم الإدارية من قبل وزارة الصحة. نطلب السيد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية بالإيفاء بالوعود التي قطعها أثناء زيارته إلى مستشفى أبار العام. في حالة مغادرة الأطباء تتحمل وزارة الصحة الكارثة التي ستحدث داخل المستشفى والمنطقة. المحتجون طلبوا الوزارة بسرعة إنهاء توقيع العقود قبل مغادرة الأطباء وذهاب فرصة خدمات القافلة الطبية إلى أدراج الرياح، وما هي إلا سويعات حتى استجابت لهم وصارت عقود الأطباء بين يدي مدير المستشفى. بعد الوقفة وصلنا عقود الأطباء اللي تم التعاقد عنهم من وزارة الصحة حوالي بعد المغرب ممكن الخامسة أو السادسة، وصلنا بالكامل ونحن الآن في صدد استكمال إجراءاتهم. النظام الصحي في منطقة أبار يفتقر للأطباء المتخصصين في مختلف الوحدات الطبية، ويعتمد المستشفى على القوافل كحل مؤقت للتخفيف من معاناة المرضى المصابين بأمراض مستعصية دون حلول جذرية تنهي هذه الأزمة. في بلدية وهزن اجتماع لهيئة مفوضية كشاف نالوت. الاجتماع تناول بحث نقاط عدة من أبرزها الاشتراكات السنوية وكشوفات الفرق ونشاط الأفواج والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا في اجتماعات الفرق. اليوم في الاجتماع الرابع لمفوضية نالوت الكشاف ومرشدات باستضافة كريمة من فوج كشاف وهزن. طبعا الاجتماع دوري نقشت فيه مجموعة من المواضيع، مراسلات الصادة من القيادة العامة، الواردة من القيادة العامة، البرامج وانشطة الأفواج والقطاعات، الخطة السنوية وما سيتم تفيده خلال المرحلة القادمة إن شاء الله. طبعا إضافة إلى معالجة وطرح مجموعة من المشاكل والصعوبات التي تواجه الفرع والأفواج داخل نطاق المفوضية. تمنياتنا بالتوفيق لكل الكشافين ولكل القادة، وبالمناسبة أتوجه بتحية شكر وتقدير لكل الجنود المجهولين من القادة على جهود يبذلوها في سبيل النهوض بالحركة الكشفية في هذه المنطقة وفي مختلف مناطق ليبيا. وزعت جمعية تنير الخيرية في مدينة كباو أدوية على المراكز الطبية والمستشفيات على مستوى منطقة جبل نفوسة، وتأتي هذه المبادرة بدعم من منظمة TMT وبمساعدة من رجال أعمال كباو. وشمل التوزيع مستشفى كباو والحرابة والمراكز الصحية في بلديات فرسطاء والمجابرة، إضافة إلى جهاز الإسعاف والطوارئ في طمزين، على أن توزع شحنة أخرى من الأدوية على المشافي والمراكز الصحية في مدن وبلديات أخرى تشمل ميرا وأوال ودرج وغدامس. وهذه الأدوية عبارة عن مجموعة من المضادات الحيوية للكبار والأطفال، ومجموعة من مسكنات الآلام وخفضات للحرارة، وأيضا مجموعة من الحليب للأطفال،
نشكر عثمان شريحة مراسل 218 على مواكبته للحدث جمعية نتيل الخيرية، وكل الشكر لمنظمة التحدي الطبي TMT لتوفير هذا الدعم. على مجال نبدأ من تونس التي اتخذت فيها الحكومة إجراءات احترازية بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا. بعد تسجيلها أرقاما قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا، قررت تونس إغلاق بعض الولايات والمعتمديات والتي منها معتمديات منوبة وطبربة وولايات الكاف وسوسة والقيروان زغوان وسليانة وباجة. الجهات المختصة شرعت في تطبيق الإغلاق وتطبيق الحجر الصحي الشامل بمعتمدية منوبة بصفة فورية ومنع التنقل من وإلى الولايات المعنية بالحجر الصحي الشامل. الإغلاق وتطبيق الحجر تضمن منع التجول ابتداء من الساعة 8 مساء إلى الساعة 5 صباحا من اليوم التالي، مع غلق جميع المحلات والفضاءات التجارية المفتوحة باستثناء المحال الغذائية، والدعوة إلى عدم مغادرة المنازل إلا لقضاء الحاجيات الضرورية. ولتدارك الوضع الوبائي في معتمدية منوبة، اتخذت الحكومة التونسية الإجراءات الاحترازية التي تمثلت في إقرار الحجر الصحي الشامل وتطبيق المنطقة وعزلها بالنسبة للولايات والمعتمديات التي بها نسبة كبيرة في الإصابات بالفيروس. أعلنت تايلاند الأحد فرض قيود جديدة في العاصمة وأقاليم مجاورة في محاولة للتصدي لأسوأ تفشي لفيروس كورونا في البلاد. الإجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها لمدة 30 يوما ابتداء من الاثنين تشمل حظر تناول الطعام في المطاعم في العاصمة بانكوك وخمسة أقاليم مجاورة، إضافة إلى إغلاق مراكز التسوق في بانكوك والأقاليم الخمسة بحلول 9 مساء، وحظر الحفلات أو الاحتفالات أو الأنشطة التي تنطوي على تجمع لأكثر من 20 شخصا. عبد الله، لقاح كوبي جديد تؤكد السلطات فعاليته في الحماية من الفيروس. كوبا اختارت منذ بداية الجائحة عدم استيراد اللقاحات الأجنبية والسعي لتطوير لقاح خاص بها، ويبدو أن المغامرة أتت ثمارها لتصبح أصغر بلد في العالم يصنع لقاحا. وجاءت تعليقات الخبراء على هذا الموقف بأنه رهان محفوف بالمخاطر، لكن على ما يبدو فقد أتى ثماره ما جعل كوبا في وضع يمكنها من تحسين سمعتها العالمية والخروج من الأزمة الاقتصادية من خلال تصدير اللقاح الكوبي الجديد وتعزيز حملة التطعيم في جميع أنحاء العالم. لقاح كوبا، والذي أطلقت عليه عبد الله تيمنا باسم مناضل نوبي كافح للحصول على حقوق شعبه في إحدى مسرحيات أديب كوبي شهير، أظهرت بيانات أعلنت عنها كوبا الأسبوع الماضي أن فعالية اللقاح تزيد على 92%. وجاء هذا الإعلان بعد أيام فقط من إعلان الحكومة أن لقاحا محليا آخر أثبت فعاليته بنسبة 62% بجرعتين فقط من جرعاته الثلاث، وهو سوبرينا 2، رهان كوبي على أن هذه اللقاحات سوف تثبت فعاليتها بما يكفي للحد من الانتشار السريع لفيروس كورونا في الجزيرة الكاريبية التي تعاني ضائقة مالية. فهل ستظهر الأيام المقبلة جدواه؟ العروض المسرحية تعود في بريطانيا في مسرح الغابة الجديد في الهواء الطلق في ساوثوولت. ختام نشرة تطورات كورونا حول العالم، وللمزيد تابعونا عبر الموقع الإلكتروني www.218tv.net في القسم الخاص بفيروس كورونا وجديد الأخبار هنا في أمان الله.